للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا مباشرة رمضان المطعاني من إحدى محطات مترو الأنفاق للحديث عن الإجراءات الاحترازية المتخذة. رمضان، إليك، وما هي أبرز الإجراءات المتخذة من قبل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في إطار الوقاية من فيروس كورونا وانتشاره؟ نعم، نحن الآن متواجدين في محطة الشهداء والمعروفة بمحطة رمسيس، إحدى أكبر المحطات التبادلية على مستوى الخطوط، وبها كثافة من المواطنين، كثافة عالية. ولكون مرفق مترو الأنفاق من المرافق الهامة التي يقبل عليها المصريين لسهولة التحرك وسهولة الوصول لأماكن العمل وغيرها من يعني الأماكن الخاصة بهم، والتكدس ملايين من الركاب على مستوى الثلاثة خطوط للمترو. كان لزاما عندما دخلنا إلى هنا إلى محطة رمسيس أن تم من قبل الإدارة هنا بتوزيع هذه الكمامات على أطقم الإعلامية التي تتواجد في المحطة في أوقات الذروة والازدحام، وهذا كان متبع مع أغلب يعني الصور الموجودة في المحطة، سواء على مستوى الموظفين أو كل من يتعامل. وحتى كان بالأمس توزيع بعض كميات كبيرة من الكمامات على المواطنين، كون يعني محطة رمسيس إحدى المحطات الكبيرة المزدحمة. دعيني نلقي بصورة أكثر على تفاصيل هذه الإجراءات مع المهندس سيد حسين نائب رئيس الشركة للخط الأول. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم بحضرتك. إن شاء الله طبعا من الأحداث اللي احنا شفناها ومصر كلها شايفاها لسرعة انتشار هذا المرض في البلاد العالمية كلها، جات لنا تعليمات من السيد معالي وزير النقل والسيد مهندس رئيس مجلس الإدارة بضرورة توزيع المضخات على جميع المحطات والقطارات والكمامات لتعقيم هذه المحطات والقطارات. وبالفعل تم إنشاء فرق ونزول على الأحواش والورش والمحطات يوميا لتطهير هذه المحطات باستخدام الكلور والمياه وبصفة دورية على مدار اليوم. التعامل مع الكمية الكبيرة خاصة في محطة زي محطة رمسيس، كمية كبيرة جدا من المواطنين، مئات الآلاف يأتون لهذه المحطة يوميا، ازاي كمان بتقدر توصلوا التوعية دي للمواطن هو يساعدكم لإجهاض هذا الفيروس؟ احنا في عندنا إذاعة داخلية على طول الخط الأولاني وكذلك الخط الثاني والثالث، شغالة بصفة مستمرة لتوعية جمهور الركاب. وبالأمس قمنا بتوزيع كمامات على جميع الركاب مع إرشادهم، مع ملصقات وإعلانات موجودة على جدران المحطات أصلا وداخل القطارات لتوعيتهم والإجابة عن أي استفسار في أي وقت. الأجانب كمان اللي بيترددوا على المترو، وجود هل وجود مثلا نقاط اسعاف متواجده بالقرب من المحطات، سواء الاشتباه في اي حاله عندها اعراض؟ بالفعل احنا عندنا نقاط اسعاف منتشره بطول الخط الاولاني وكذلك برضو الثاني والثالث. عند الاشتباه في اي راكب موجود بيجي فرد الاسعاف على طول بيتعامل معاه وبيصطحبه الى اقرب مستشفى موجوده للتعامل معه باسرع وقت ممكن بدون اي تعرض مع الركاب. شكرك باشمهندس سيد. انتقل الى ضيفي الاخر المتحدث الرسمي باسم شركه مترو الانفاق الاستاذ احمد عبد الهادي. برحب بك استاذ احمد. في البدايه عايز اتكلم عن الاجراءات كمان المتخذه مع الموظفين اللي موجودين في المترو، ان هم بيتعرضوا لساعات كثيره على كميه أعداد كبيرة من المواطنين. أولاً طبعاً أنا برحب بحضرتك في محطة مترو الشهداء اللي هي محطة رمسيس. إحنا كإجراءات مع الموظفين منعنا البصمة، كان في بصمة موجودة في المحطات وفي المكاتب الإدارية، منعنا البصمة وأصبح الحضور والإنصراف من خلال توقيع في دفتر الحضور والإنصراف. في نفس الوقت تم التنسيق مع رجال شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمنع التجمعات داخل المحطات، يعني ما بقاش في أي تجمعات في المحطات. إحنا تم التنسيق مع رجال التشغيل الخطوط الثلاثة إن يتم الدفع بقطارات إضافية فارغة لامتصاص الزحام داخل المحطات، ما بقاش في أي زحمة في المحطات، يبقى كل الأرصفة فاضية. تم وضع ملصقات في جميع محطات المترو، تم عمل إعلان تنويهي في الإذاعة الداخلية بيتذاع في الخطوط الثلاثه من المحطات كلها. تم عمل مجموعات، شكلنا مجموعات عمل بيطهروا المحطات اثناء التشغيل، بيطهروا جميع. شايفين كمان
الان زي ما احنا موجودين اهو قدامنا اهو حد بيطهر، كل المحطات بتطهر اثناء التشغيل، وبعد انتهاء التشغيل بنطهر جميع المحطات، جميع القطارات في الخطوط الثلاثه بتطهر ايضا، مكاتب صرف التذاكر، المكانات التذاكر، اي حد بيبقى فيه اي حاجه فيها تلامسيه من التلامس من المواطنين بيتم تطهيرها. وزي ما قلت لك كده الحمد لله بفضل الله احنا علشان مترو الانفاق بنشتغل من الساعه 5 صباحا لحد الساعه 1 صباحا، ومترو الانفاق بينقل ما يقرب من 3 مليون ناكب يوميا، فمترو الانفاق هو افضل وسائل الانتقال داخل القاهره الكبرى، فلازم ان احنا نطهره وما يبقاش فيه تجمعات، والشرطه منع فعلا التجمعات موجوده خالص. الفرق ما بين الايام الاعتياديه العاديه وقبل ايام الطوارئ لجهاد فيروس او محاربه فيروس كورونا، ايه الفرق في شكل الاجراء؟ يعني الاجراءات الاحترازيه الدوام العادي كان عامل زي بالنسبه للنظافه وبالنسبه الاهتمام؟ لا احنا مترو انفاق متميز ان هو مترو انفاق هو انضف وسائل الانتقال داخل القاهره الكبرى. مترو انفاق احنا متعاقدين مع شركات نظافه في الخطوط الثلاثه، كل محطات المترو فيها عاملين من النظافه بينظفوا المحطات اول باول، ما تلاقيش في ورقه في الارض، ما تلاقيش في اي نوع من الكمامه متجمع في اي مكان. لا مترو انفاق هو انضف وسائل الانتقال في مصر. السؤال الاخير مع استاذ سيد، رساله للمواطنين للتعاون معك. يعني نرجو منهم عدم الانتظار داخل الأرصفة لمدة طويلة، التحرك مباشرة أول ما يوصل القطار، عدم إلقاء أي قمامة على الأرصفة أو داخل القطارات، التعاون معنا ليظل مترو الأنفاق نظيفا كما هو. أشكرك أستاذ سيد حسين نائب رئيس الخط الأول لشركة مترو الأنفاق، وبشكر ضيفي الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم المترو. كما تابعنا الإجراءات بمختلف أشكالها وألوانها، على أيضا بيتطلب ذلك التعاون والتعامل يعني مع المواطنين من خلال بعض السلوكيات الهامة لمحاربة هذا الفيروس و تداعيات أيضا من الإجراءات التي تم اتخاذها من شركة مترو الأنفاق، والخاصة بتقليل زمن التقاطر بين قطارات مترو الأنفاق للتحكم في الكثافة للمواطنين على أرصفة المترو والحد منها، وأن تكون الحركة في سهورة ويسلي الحد من هذا الازدحام. إلى الزملاء بالاستوديو. أشكرك رمضان المطعاني مراسل النيل من محطة مترو الشهداء.